Girl, 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 throw it up. Start twerking like Miley. تجري على المادة جنب الصحاب المصالح وطرات تصالح مع اجناس يا المبدا شوفك بيلم الريشة تعبانة اللي دايما تجري ورا مش مهم مين ابتدى المهم اني صحي الحلم كان صوته فوق انت ابتدي بحبك غصب عنك او برضاك من ذنبي انت اللي حلو بزيادة او يمكن احلى واحد تيجي الرجالة والرجالة يتقارنوا اصلا بيك قولي يا حبيبتي وانا هفضحك اني بحبك اسمعك يا ابني لا انت ميدي عملت له ايه انت ميدي تعالى حبك وانا شكلي ايه؟ شكلك حلو لا شكلي حلو والله بجد؟ اه هو عمل جنين يبقى انا بحبك انا بحبك لا يا ناس انا عايزك تحفظ شكلي فلا مش قد مشاكلي احسن لك روحي يا حلوة يا بيد على جهتك لا تتكلي وانا في الحزن تملي وحيد عشان جايب لنا طعم جديد فاكر اني وارس ده انا بالعافية بعيش اليوم جوه في قلبي جرح وهموم ولو واحد ابن زامي بقوا يتمططوا قدامي وفي واحدة من البلكونة عمالة بتقول في حرامي حلق على كم ماشا مظلوم يا سعادة الباشا انا كنت مروح بيتنا انا بشغل ما تشغلش انا حارب ما تقتلش انا معايا ما تعرفش انا معايا ما تعفرش انا مش عاوين بحد ما بصدش لعب مش هتعب وافكر كتير قراري اخدته اخير اخويا ده مني ولحمي ودمي والباقي تضاقوا الضمير صحابي اللي كانوا معايا سابوني في اول حكاية الشدة بتبين جيتا ماشي صحاب المصالح وطرات تصالح مع اجناس يا المبدا شوفك بيلم الريشه التعبانه اللي دايما تجري ورا سيبك من القرف اللي في ايديك ده دلوقتي هنلعب لعبه لو قلتيني صح هدي كلمه جنيه دي اتفقنا يلا اعملي زي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمصالح الوسخه كترت والصحاب الواطيه بقت اكتر واكتر طب تنصحهم بايه يا شيخ هتنصحهم بايه استرجل واكسب صاحب يدوم وابعد عن الهلسة هتقع مش هتقوم على وضعك يا شيكو كلام كبار ده خلي بالك مش اي حد بيقول ها بقول لك يوم الله يبارك لك عايز اطلع على شبرا الخيمة ومفيش مواصلات ومبتاح شوف رايي يا كابتن انت اركب حبيبي الله يبارك لك يا لهو على السعادة يا لهو دعواتك يا الله